ลำดับต่อไปเป็นการละหมาดดุฮรีการละหมาดดุฮรีเป็นเวลาช่วงกลางวันซึ่งมีเวลาที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าในช่วงเวลาเที่ยงตรงหรือดวงอาทิตย์ตรงศีรษะคือเวลาที่ไม่อนุญาตให้ละหมาดในช่วงเวลาเที่ยงนะครับแต่ดุฮรีเนี่ยจะเข้าก็ต่อเมื่อเวลาที่ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยนะครับเริ่มคล้อยเกินจากเที่ยงไปเล็กน้อยนะครับจึงจะเข้าสู่เวลาดุฮรีเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าเวลาแล้วมีซุนนะห์หรือสิ่งที่พึงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ละหมาดนะครับให้ละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์หรือ4รอกอะฮ์ได้นะครับมีหลักฐานหะดีษบ่งไว้ว่าท่านนบีก็ละหมาด4รอกอะฮ์เช่นกันแต่โดยปกติแล้วหลักฐานที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปคือการละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์ก่อนละหมาดดุฮรีนะครับในส่วนของการละหมาดซุนนะห์หลังดุฮรีนะครับท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำอยู่เป็นประจำเช่นกันนะครับก็จะมีการละหมาดซุนนะห์หลังดุฮรีอีก2รอกอะฮ์ถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านศาสดาที่สนับสนุนให้พึงปฏิบัตินะครับก็เป็นส่วนที่เราอยากจะนำมาให้นักศึกษาทั้งหลายเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยครับเชิญชมการสาธิตในส่วนของการละหมาดดุฮรีได้เลยนะครับالله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبرسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كن يا أيها الكافرونلا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيمسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحداللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله